أكد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية أن معدات وأجهزة التأمين في المطارات كفاءتها ممتازة وتراجع بشكل دائم سواء من جانب السلطات المصرية أو جانب السلطات التي تبدي رغبتها في معاينة التأمينات. وأوضح عبد الغفار أن السلطات تتبادل إجراءات تفتيش المطارات بمعدات وتجهيزات للتأكد من تحقيق منظومة التأمين على مستوى مطارات العالم، مشيرا إلى أن العالم كله يواجه موجة من الإرهاب وتستدعي تضافر الجهود الدولية لمواجهته في ظل هذه الفترة العصيبة.